هي جنة. أخواننا السودانيين والمصريين امتازوا بالضحك والما شاء الله تبارك الله الدعابة، فعندهم دعابة. عندي المسجد ما شاء الله يملوه دائما، أخواننا المصريين يحبوا الخطيب اللي يخطب بدون ورق. فيوم من الأيام عديت خطبة أتكلم فيها عن فرعون. فرعون لما أعطاه الله الملك طغى وبغى وتكبر وتجبر، وقال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية على أهل مصر، فيبغى الناس يعبدونه من دون الله عز وجل. فحطيت في الخطبة على فرعون، كنت في الخطبة أقول يا فرعون أنت ذرة من الذرات، يا فرعون أنت في ملك الله حشرة من الحشرات، يا فرعون أنت لا تدري من أنت ولا أنت لا تدري بماذا قد تؤول، أنت مخلوق حقير بائس أنت لا تدري إلى أين الرحيل. في الصفوف الأولى أخ مصري جزاه الله خير زعلان عشان احنا قاعدين نتكلم على فرعون، مسوي كذا زعلان. فبعد الصلاة جالي قال لي قرأ ايش يا اخ وليد، والله بقالي 15 سنة في السعودية، فرعون طلع فرعون نزل، فرعون أكل فرعون شرب، ما فيش أبو جهل ولا عشانه سعودي؟ ايش رأيكم أبو جهل سعودي؟ اعترفوا. فقال لي انتم ما تبغون تتكلمون، وبعدين انت في الخطبة قاعد لفرعون انت زرة انت حشرة انت مش عارف ايه، يا عم انت ملك وما الفرعون، ادون عن ابو جهل. قلت له حبيبي شوف، الجمعة الجاية بإذن الله اعد خطبة كاملة عن ابو جهل، انا اوريك فيه، بس اهم شيء هدي اعصابك وبإذن الله ما يصير الا اللي في خاطرك. الجمعة اللي بعدها جيت لقيت الادم مسنتر في الصف الاول ومعاه ضيوف، ونسيت اني مواعده اليوم في خطبة الجمعة، وهو جالس اول ما جيت قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صار يدق اللي جنبه يقول له النهاردة الخطبة عن ابو جهل. والله يا اخوان ما عديت خطبة عن ابو جهل، المؤذن يأذن صرت ما ردد وراه، قلت وش من فين اجيب له ابو جهل الحين، ومواعد الرجال الا اتكلم عن ابو جهل. يوم انتهى المؤذن وقمت حمدت الله واثنيت عليه وصليت على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه اخواني. طلعت على المنبر قلت ذكر الامام البخاري في كتاب المغازي في عدة اصحاب بدر من حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واصحابه في يوم بدر عددهم 310 رجلا، هم خيار اهل الارض في ذلك الزمان، التقوا بخيار اهل السماء جبريل ومعه 1000 من الملائكة، التقوا بشرار أهل الأرض وعلى رأسهم أبو جهل. قال المصري الله أكبر. المهم بديت أتكلم، دخلت في أبو جهل، كل ما أجيب أبو جهل قال الله أكبر، والناس صاروا يلتفتوا عليه وخلوا الخطبة. إلين يا أخوان وصلنا آخر قتل أبو جهل، لما قتلوا عبد الله بن مسعود وجاء يبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود من هذا؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. طبعا المصري جزاه الله خير مسوي كذا مبسوط وفرحان داخل جو في الخطبة. قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا ابن مسعود؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. فسجد سجود شكر لله وقال فرعون هذه الأمة. مصري سوى كذا قال لي قرأ يا شيخ وليد، هو فرعون ورانا ورانا؟ لازم في كل خطبة تجيبونا فرعون ولا لازم تفوزوا الخطبة؟ قلت الله يجمعنا وإياك في الجنة وترك فرعون وطريق فرعون. أتممت المشاهدة وكان لك أي تعليق من فضلك اكتبه وسوف أقوم على تقويمه وإصلاحه إن شاء الله، حرصا منا جميعا أنا وأنت على إفادة عقل المشاهد في قناة ميكس إسلامك، وستكون أنت مساهم في الأجر استم الإصلاح بناء على طلبك. وشرفنا أيضا باشتراكك في قناة ميكس إسلامك وتفعيل زر الجرس ودعم الفيديو بلايك، فهذا يجعلنا نتقدم ونزيد من إفادة عقل المشاهد في قناة ميكس إسلامك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم من خلف الكاميرا ماهر فوده.